عسلامة عسلامة، شنحويلكم؟ شا تكونوا الناس الكل بخير ونعمة وصحة جيدة يا ربي. اليوم الغسات متاعنا بغاونيز، اي نعم بغاونيز صحي واقتصادي من فوق في الدار، نعملوه نودو به صغارنا وحبيبنا، نتوكلوا على ربي. عندي 200 عندنا كعبتين عظم عليهم 200 غرام فرينة، 125 غرام سكر، 125 غرام زبدة، 4 غرامات خميرة، و75 غرام حليب، عليهم 200 غرام شوكولاتة. أول حاجة مش نحطو أكل الشوكولاتة، الذوب هي والزبدة يذوب الزوز على بام مغام، وكعبتين العظم نحطهم نركضهم في الباتور وتقعد تتركض، وكل مرة نزيد بشوية بشوية في السكر على 3 مرات نقسمه، يقعد يتركض العظم لين يولي ناعش. ومن بعد نقربلو الفرينة والخميرة متاعنا، نخلطوهم ونقربلوهم مع بعضهم. ذوبناش الشوكولاتة، هاني شوكولاتة سيد ذابت بالكدي، وحطينا معاها ذابت مع الزبدة، وهذا العظم متاعنا هو والسكر تركضوا بالكدي لين ولاو موس. توا مش نخلطوا الشوكولاتة متاعنا الذايبة والعظم والسكر، خلطوهم بسرعة ما تخليهوش، خاطر الشوكولاتة سخونة باش ما يطيبش العظم. ومن بعد نزيدوا بشوية بشوية الفرينة والخميرة اللي خلطناهم وغربلناهم، نخلطوهم يا جماعة. لهنا لي تاب هذي يلزم شوية سرعة لجين، على خاطر كان تجمد شوية الشوكولاتة كان يبرد الخليط، الشوكولاتة تمشي وتجمد بشوية، دونك الخليط يمشي ويبس، يولي مش بالسهل انك مش تفرضه وتحطه في الفتو، يولي صعيب عليك الخدمة بيه. ونحطوا عليهم شوية فاكهة، اي فاكهة كل قدير وقدره، اللي ما عندوش فاكهة يحط شوكولاتة، تجم تحط الزبيب، حط عليها اللي تحب انت، توكلوا لصغيرك صحة وبالشفاء. البلاتو هذي 20 على 20، وكعبة البراونيز اللي تباع هي كارية فيها 5 سنتي، كي تقسم انت 20 على 20 يطلعوا لك 5 على 4، 4 في 4 16 كعبة، 16 كعبة ب5000 ما شاء الله، هاني اقتصادية. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا ونكون استفدناكم. نختمو، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. بسلامة.